تعرفنا بالحلقة الماضية على سالم وكيف وصل على تركيا بهدف السياحة، وبذات الوقت قدم على برنامجنا لأنه كان عم بيعاني من مشكلة بالأسنان، ونحن بدورنا أخذنا له موعد من مركز تانفير تنحاول نساعده ليلاقي العلاج المناسب. وبحلقة اليوم رح نتذكر شو صار معنا بالحلقة الماضية، ومن بعدها رح نتابع كيف رح يكون علاجه. سالم تواصل مع برنامجنا قبل ما يزور اسطنبول لأنه كان عم بيعاني من وجع بأسنانه الخلفية، ونحن بدورنا تواصلنا مع مركز تانفير يلي قدم له العلاج بتكاليف مناسبة كتير. تابعت برنامج فيزيتو بيت على قناة MBC4 وشفت المركز هون وشفت إن العلاج عم يكون بيوم واحد بشكل سريع وبدون أي ألم، فعبيت طلبه وأرسلته واتصلوا معي فورا وعطوني الأسعار، وكانت الأسعار جدا مقبولة بالنسبة لبلدي لأنه بلدي كانت الأسعار غالية، وصراحة ما كنت واثق من النتيجة، واجيت لهون الحمد لله ارتحت كتير. الشيء اللي ريح سالم كتير هو الشرح الكامل يلي قدم له اياه الدكتور نهاد تانفير عن طريقة العلاج. دكتور هلا شرحت لي منيح، بس كمان في سؤال ببالي انه بعد هالعملية فيني اكل بشكل مرتاح ومطمن يعني؟ implant belirli bir süreç. İmplant yapıldığı zaman çene kemiğine o kaybedilmiş, çekilmiş dişlerin yerine diş kökü görevi gören bir uygulama. Bu uygulama sağlıklı bir şekilde yapıldıysa belirli bir bekleme süreci var. Bu bekleme süreci ki bazen 2 ay, bazen 2 aydan daha erken olabiliyor. O süreç yaşa ve şekle göre değişiyor yapılan implanta göre. Ondan sonra üzerine yapılan dişler şayet sağlıklı ve zirkonyum esaslı dişlerse o zaman sen rahatlıkla istediğin yemeği yiyebilir, istediğin şekilde öğütebilir ve bunu kendi dişlerin gibi ömrünün sonuna kadar kullanma şansına sahip olabilirsin. رح يتم إجراء عملية زراعة أسنان لسالم، وعلى الرغم من خوفه من أطباء الأسنان إلا أنه الضمان يلي قدم له إياه الدكتور نهاد بأنه ما يكون في أي ألم ريحته كتير، ولهيدا السبب بدي بالعملية. Sevgili hastamız Salim'in şöyle bir problemi vardı. Özellikle azılar bölgesindeki dişlerinde çok geniş çürükler ve o çürüklere bağlı olarak da oluşmuş olan kistler vardı. Biz Salim'in o çürük olan dişlerini çektik ve yerindeki kistlerini temizledik. Aynı zamanda çenesine iki implant sağ tarafına, iki implant sol tarafına olmak üzere 4 tane implant yaptık. Bu implantlardan sonra hastaya kemiğini desteklemek amacıyla, çekim yerlerindeki boşlukları desteklemek amacıyla alojen grefler koyduk. Şimdi yarın kontrolünü yapacağız. Yarınki kontrolünden sonra kendisi ülkesine rahatlıkla istediği gibi geri dönebilir. Bize 3 ay sonra kliniğimize tekrar gelecek ve o yapılmış olan implantların üzerine daimi kullanacağı dişlerini hazırlayıp takacağız. عيادة تانفير عم بتعالج كتير من المرضى من أستراليا وأمريكا، وكتير من المرضى مثل حالة سالم عم بيتعالج بيوم واحد بس من دون أي ألم، وبذات الوقت عم بيتمتعوا بجمال هيدي المدينة ويعملوا سياحة. صراحة أنا مندهش، يعني فكرت أنه بعد المعاينة بعد كم يوم بدي نعمل لي زرع، بس اليوم نعمل الزرع والمعاينة مع بعض وما حاس بأي ألم. كنت خايف كتير من هالموضوع، فلهيك أنا كتير كتير مبسوطة. باليوم الثاني رجع سالم للمعاينة وصار بعدها بيقدر يتابع زيارته للمدينة من المكان يلي توقف فيه، ومن بعدها مباشرة رح يكون قادر إنه يرجع على بلده. بعد 3 شهور مرة تانية بتجيب أمي كمان معي مشان كمان تداوى عند حضرتك. شكرا كتير لك دكتور، بتشكرك مرة أخرى. بكليورم شيء ديل görüşmek üzere iyi yolculuklar. إلى اللقاء دكتور، شكرا لك. Sağlıkta hayata gülümse Tanfer.